نرجع تاني معاكم ونضم لي اتنين من اللعيبه المميزين جدا في الدوري المصري. اتنين لعيبه وسط ملعب، واحد هاف ديفندر بس لعيب كويس وبيزيد وبيشوط ومجهوده كبير جدا في نص الملعب، ولعيب تاني حريف مصطفى طلعت كورته حلوه، كان عامل موسم رائع في وادي دجله السنه اللي فاتت، وبدا يعني بقى له فتره كده بيشارك بشكل اساسي مع نادي، كان دينيس لافاني بعده شويه عن التشكيل الاساسي، لكن الفتره اللي فاتت اثبت نفسه. يعني ابراهيم عبد الخالق طبعا ومصطفى طلعت. ازيك يا ابراهيم؟ ازيك يا كابتن كريم؟ تحياتي لحضرتك. الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله. ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا كابتن كريم؟ ربنا يخليك يا رب. شاكرين على الكلام الحلو ده. لا بجد والله عاملين شغل كويس جدا، كان في فتره دروب كده النادي سموحه بس بداته يعني الحمد لله فوق الفتره اللي فاتت مع الكابتن حلمي طبعا، عملته في الدوري ماتشين ثلاثه انتصارات ورا بعض، كان دمنهور والمقاولين افريقيا برضه عديته في افريقيا طرابلس وتعادلنا مع الاسماعيلي. بالظبط بالظبط. يعني عايز ابدا معاكم بالفتره بتاعه دينيس لافاني، هو كابتن حماد صيدي طبعا كان متواجد في البدايه، وبعدين دينيس لافاني، وبعدين كابتن حلمي طولان، ويمكن سموحه السنه دي وضع مختلف، ان كل الناس بتبص لسموحه اللي هو كان وصيف الدوري ووصيف الكاس، فالناس عامله اهميه كبيره او بتعمل حساب نادي سموحه، وكمان لاول مره في تاريخ نادي سموحه بيشارك في دوري ابطال افريقيا، البطوله القويه جدا في افريقيا. فعايز ابدا بالفتره الاولى بعد ما كابتن حماده صدقي مشي ودينيس لافاني، وانا كنت دايما بقول في البرنامج او في الاستوديو التحليلي ان في حاجه مفقوده ما بين لعيبه نادي سموحه ودينيس لافاني. والله يا كابتن هو مدرب كويس، بس هو بيطبق فكره طبعا، ما الفكر ما يطبقش مع المصريين طبعا. حازم قوي، دايما تنشي مع اللعيبه، بيصدم دايما مع اللعيبه، يعني دي كانت مشكلته الوحيده ان هو ما كانش مثلا يهدي اللعب مع اللعيبه كده، في مشكله على طول بيخش في اللعيب جامد، فعمل مشكله مع صلاح امين، مشكله مع العجيزي، كان بيتلكك يعني، هو بصراحه كان بيتلكك، بس هو يعني ايه، هو كان مدرب كويس بس ما قدرش يلم الفرقه. دي كانت مشكلته، وطبعا ادام في مشاكل في الفرقه طبعا مستحيل ان الفرقه تمشي كويس يعني. بالظبط بالظبط. جت بقى فترة يا مصطفى كابتن حلمي طولان، الأمور بدأت تتظبط، كابتن حلمي من المدربين المنضبطين جدا برضه في الملعب، بيزود اللياقة البدنية جدا، الله يكون في عونكم في التمرين، أنا عارف تدريب كابتن حلمي خاسين كلنا وبصوص وشكم لكن بعد كده بتحس بنفسك في الملعب، بتحس إن أنت واقف على رجلك، بتقدر يعني. دايما أنا بتفرج على نادي سموحة الشوط التاني دايما بيتفوق، يعني ماتش المقاولين كان المقاولين أفضل في الشوط الأول، الشوط التاني أنتوا مسكتوا المقاولين في نص الملعب، وده بيفرق من خلال اللياقه البدنيه والانضباط في الملعب مع كابتن حلمي طولان. اكيد طبعا كابتن كريم، مبدئيا كده يعني لما بيكون في نجاح او مكسب فانت اي تعب بالتعب مش بتحس بيه، ده رقم واحد. رقم اتنين، كابتن حلمي اول ما جه النقطه اللي ابراهيم كان بيتكلم فيها على مستر لافاني، مبدئيا لم الفريق، ما بقاش في مشاكل، الفرقه كلها موجوده، الفرقه كلها هدف واحد، ده الحمد لله كلها كانت حاجات ايجابيه ساعدت ان احنا الحمد لله يكون في فرق في الاداء، في النتائج، في المستوى، في الروح بتاعه الفرقه، بقى الهدف كل واحد، ما فيش مشاكل في الفريق خالص. فالحمد لله ده كله بفضل ربنا ثم كابتن حلمي، فالحمد لله بدانا نحط رجلنا على الطريق الصحيح يعني، ان شاء الله اللي جاي احسن لينا، عندنا ماتش مهم ان شاء الله بنفكر فيه، ربنا يكرمنا. ماتش افريقيا ولا ماتش الدوري؟ افريقيا بالنسبه لنا اهم ان شاء الله، ربنا يكرمنا في الدوري، بس في افريقيا يعني شاغل تفكير اللعيبه كلها. طبعا لان تاريخ لينا، تاريخ للنادي، اللعبة دي كلها عايزة تعمل حاجة، حاسين ان بنلعب في بطولة كبيرة، طبعا مش سهل ان اي لعيب يشترك في البطولة دي تاني، فان شاء الله ربنا يكرمنا، محتاجين ماتش صعب، فرقة محترمة، ربنا يكرمنا، عايزين نعدي ان شاء الله، يبقى تاريخنا ان شاء الله زي ما قلت ان شاء الله. فريق انيامبا فريق عنده خبرات يا ابراهيم، فريق كسب افريقيا مرتين، كنا بنشوف السنوات الاخيرة دايما في النهائيات مع النادي الاهلي، فعايزك تحكي لي على المباراة الاولى اللي اتلعبت هناك، وكان كله بيحاول يخلع من سفرية نيجيريا معظم الناس، لكن انت بتقول لي قبل ما نبدا الهوا كانت افضل سفريه، وكانت يعني مبسوطين جدا وقضيتوا وقت كويس وعملتوا ماتش كويس، لكن ما كانش فيه توفيق ان انتوا تحرزوا اهداف. والله يا كابتن هي السفريه كانت جميله جدا بصراحه، وكنا قاعدين في احسن اوتيلات هناك، والناس طيبه هناك قوي، بلد هاديه. كنا متخوفين فعلا يعني بسبب الاحداث اللي حصلت قبلها بيومين قبل السفر ديت، بس لقينا الجو جميل هناك بصراحه. كنا ندي قوة على فكرة لانيمبا، الشوط الأولاني مضيعين جون انفراد تام يعني، عملت ثرو لهيرمان يرقص الجون يحطها بالشمال، ضعيفة جدا، المساك يلحق الكرة ويطلعها،
الشوط الثاني بدانا الشوط الثاني كويس جدا. عمرو المنوفي برضو انفراد في فوق العارضه، وبرضو كره بالهيدرز برضو ضيعها. يعني كنا ند قوي، بس هم فرقه محترمه بصراحه، فرقه كويسه جدا. عندهم الاربعه اللي قدام كويسين قوي قوي، حلمي بيقول لي كويسين قوي قوي يعني. طيب يعني شايف مباراه العوده ازاي؟ بس قبل ما اروح لمباراه العوده عايزك تحكي لي، وانتم مسافرين وكان في قلق واحنا عملنا اتصالات والسفاره المصريه ووزاره الخارجيه ومهندس فرج عامر كلم الناس هناك، وبصراحه يعني بشكر برضو شركه المقاولين العرب اللي كانت مرافقين معاكم دايما وبيامنوكم في كل حاجه. احكي لي السفريه كانت عامله ازاي؟ يعني اول ما دخلت نيجيريا في ناس خلعت، يعني في ناس خلعت من السفريه، قالت لك لا انا ممكن يحصل لي حاجه. والله زي ما قلت لحضرتك يا كابتن، هو احنا كنا فعلا خايفين، خصوصا ان الاحداث حصلت قبل السفر بيومين. ليه موضوع ان هم الناس دخلت اعتدت على كانو بيلرز، فريق كانو بيلرز قبلها بيومين قبل السفر. فكلمنا بعض، يا جماعه ربنا يستر خلاص بقى. انا عن نفسي واحد رايح قلت خلاص، انا كده رايح ما فيش مشكله. ما عنديش لا ما عنديش مشكله خالص. مش خوفي بقى، كل حاجه نصيبه يا كابتن، وانا نصيبه اشوفه مسافر في قلق ولا حاجه. بس شفنا عكس كده بصراحه. شفنا امن بلد احنا كنا فيها، ابوجا ده العاصمه، فيها امن. الجيش هناك قوي جدا، معانا عربيات امن على طول. طبعا بشكر طبعا بتوع مقاولين العرب، ساعدونا بطريقه فظيعه هناك بامانه، من اول المعسكر لاخر المعسكر. طبعا هم معانا بصراحه، يعني ما كناش حاسين ان احنا في غربه، ما كناش حاسين احنا في افريقيا. الفندق كويس جدا، الناس طيبين، الناس كمان طيبة جداً. الجمهور يعني الجمهور كان طيب، ما فيش نيه اذاء. كابتن حلمي بيقول الملعب كان طويل قوي، كان طويل قوي اللي عشان نعمل هجمه بنقعد نص ساعه. كان طويل، هو المشكله كان طويل قوي قوي الملعب. الطول بتاعه أوي. مش طبيعي، لا خالص. غريب قوي فعلا الطويل. اول ما دخلنا الملعب يعني استغربنا بصينا بعض. طب احنا هم هيقدموا العارضه ولا مش هيقدموها؟ مش بنحسب بقى مثلا الملعب يعني هم مرجعين العارضه مثلا وما كانتش متخطط، فهيخططوه يبقى هيحددوه تاني يعني. لقينا فوجئنا في يوم الماتش ان الملعب فعلا طويل قوي، طويل جدا جدا. بس انت ما بتفرش معاك، انت بتقعد تجري انت لما بس مع الرطوبه والحر برضو. طبعا ابراهيم في التمرين برضو جراي كده وبيخطط وكده في التدريب، يعني نفس اللي بيحصل في التدريب يحصل في الماتشات. هو ما شاء الله ابراهيم يعني من نوع برضو اللي هو بيتمرن كويس، هو معود نفسه ان هو بيتمرن كويس. ولو حد فينا مثلا داخل عليه جامد بتبقى مشكله ليه، ان هو ما بيحبش الكوره. استنك على اللعيبه يا عم. لا خالص انا ما بخش جامد في التمرين بالذات. ممكن الكابتن حلمي يزعلي في التمرين، انا ما بخش جامد مثلا عشان ما تعورش حد، عشان احنا مش ناقصين يا كابتن. عندنا ناقص عدد كتير. ما لسه كنت هسال مصطفى، انتوا سافرتوا في ظروف صعبه يا مصطفى، ولاعيبه كتير جدا مش موجوده ولاعيبه مؤثره. طبعا يعني صلاح امين، الظروف اللي احنا مش عايزين نحكي عنها وعدم التزام شويه، هاني العجيزي اصابه، علاء علي موضوع التجنيد وعدم وجود تصريح صفا، يعني كان لعيبه مؤثره جدا. وفي لعيبه ثانيه انا يعني مش كتير، وقنش محمد مجد وشام فتح الله وسيد فريد، يعني سبعة ثمان لعيبه. سيد فريد كان مصاب بالظبط. طبعا اثروا معانا جامد، تجنيد برضه اثروا معانا جامد. طبعا كابتن كريم اي لعيب بيأثر اكيد بالسلب، غيابه بيأثر علينا. طبعا كان كلها ظروف معاكسه بالنسبه لنا، بس احنا الحمد لله كان كل ده بيزيدنا اصرار ان احنا في ظل الظروف دي نقدر نعمل حاجه كويسه. الحمد لله مع وجود الناس دي كلها اضافات، الحمد لله العجيزي رجع بيتمرن. الحمد لله الماتش الجاي ان شاء الله باذن الله، مع وجود اللعيبه اللي هي الحمد لله اللي ما كانتش معانا، ان شاء الله كل ده بيزيدنا قوه ان شاء الله. ربنا يكرمنا ان شاء الله. اهم حاجه عندنا الماتش اللي فات كان معكوش باك ليفت ايمن اشرف، معكوش مساك ايمن اشرف دخل مساك، وابراهيم حسن لعب باك ليفت. تمام. فان شاء الله مع وجود سيد فريد كده، كمان عندنا فادي، عندنا عثمان، ان شاء الله نقدر نلم نفسنا، نقدر ان شاء الله نعوض الغيابات ان شاء الله. اهم حاجه الماتش باذن الله نعديها ان شاء الله. طيب يعني هل فرقه انيمبا نقدر نعديها في اسكندريه يا مصطفى، ولا هنواجه صعوبه شويه؟ ان شاء الله الفرقه محترمه جدا، زي فرقه اهلي طرابلس. يمكن ده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا عندنا ثقه الحمد لله ان احنا عدينا ماتش اهلي طرابلس، هي نفس الظروف بالظبط على ما اعتقد. ان شاء الله ده بيدينا ثقه ان شاء الله، بتخوف يعني عندنا ثقه، بس في خوف برده حذر ان الفرقه كويسه. احنا كل تفكيرنا ان احنا عندنا الطموح ده هو اللي هيخلينا ان شاء الله نقدر نعدي، نقدر نعمل اقصى حاجه عندنا ان شاء الله، فده اللي احنا هنشتغل عليه باذن الله ان شاء الله. مصطفى انت لعبت في ناديين من الانديه المرتبه والمنظمه جدا في مصر، يعني وادي دجله وسموحه. تمام. سيستم ومستر ماجد سامي طبعا في نادي وادي دجله، مهندس فرج عامر في نادي سموحه، يعني من افضل الانديه الملتزمه اللي بتقدر تاخد فلوسك، وانديه يعني تحس ان الانديه من اوروبا. تمام. ايه الفرق بين الناديين؟ ومصطفى طلعت كان في وادي دجله متالق بس ما كملش، وبعدين راح نادي سموحه ما لعبش في البدايه، وبعدين شارك في الفترات الاخيره.
هو كان بالنسبه لي كان قرار صعب جدا، قعدت فتره طويله. انا حزنه ابراهيم كمان شويه ومستني السؤال. يعني حزنه وانا شويه بعد شويه كده، لكن هاخدك في الاول كده عشان يفكر، عشان عامل حساب. انا عارف انا هاخده فجاه كده. فهو كان بالنسبه لي كان قرار صعب جدا بالنسبه لي، ان قعدت في وادي دجله 4 سنين، كان احسن 4 سنين في حياتي. يمكن انا في اي مكان، يمكن ابراهيم عارف دلوقتي كنا لسه بنتكلم. الاهلي 12 سنه في الاهلي. فاحسن 4 سنين في حياتي في كل حاجه، تعامل نادي، اداره، لعيبه، عمال، كل حاجه، كل حاجه بصراحه. فكان بالنسبه لي ان انا اخد الخطوه اللي هي ان انا اتنقل من وادي دجله كان حاجه صعبه قوي بالنسبه لي. قعدت فتره طويله قوي افكر ما بين بيتي مستريح فيه، وصلت بيت كابتن فريق، مستواي الحمد لله بيتقدم في النادي، ما بين سموحه طموح، فرقه ما شاء الله كانت تاني دوري، تاني كاس، هنلعب افريقيا، طموح. قعدت افكر بقى ما بين طموح، ما بين ان انا في بيتي، يعني قعدت افكر فتره طويله جدا. يمكن لحد وقتنا هذا الناس كلها برضو بتلومني انت ازاي تمشي. فهي يعني انت كنت عندك امكانيه ان انت تقعد؟ ان انا القرار من عندك انت، يعني كان النادي عايزك ويجدد معاك. مستر ماجد اتكلم معايا ان انا اجدد. طب ليه خدت الخطوه اللي انت تغير رغم انت كنت مستريح؟ يعني عملت استخاره، استخرت ربنا، قعدت فتره. الجول يا مصطفى بتاع ده زعلت قوي في الجول ده. انا زعلت قوي يا ابراهيم. يا بص كان خلاص، كان المقاولين هيبقى رابع، هيبقى رابع دوري. بس انتوا بصراحه تستحقوا الشوط الثاني، وفي نهايه الشوط الاول برضه اخر 10 دقائق عملتوا. المقاولين كان بادئ كويس وعمل جيم كويس، وكان بابا اركو ممكن يجيب الجول الثاني لو تفتكر انفراد. وبعدين اخر 10 دقائق في الشوط الاول والشوط الثاني كله بتاع نادي السموحه. احنا كسبنا كابتن عشان احترامنا. بس جول عالمي يا مصطفى. احترامنا المقاولين قوي. كابتن حلمي بصراحه قاعد يتكلم عن المقاولين وكابتن حسن بصراحه. يعني احترمناها قوي عشان كده كسبنا. ايوه كان ده كان اول ماتش يا ابراهيم نكسب ماتشين ورا بعض. كان من اول السنه. من اول السنه اول ماتش نكسب ماتشين ورا بعض. فكان الحمد لله الماتش ده كان بدايه تخلينا في حاجات كتير. فكان كمان تاني يوم مسافرين، كان ماتش تونس الاهلي طرابلس. فالحمد لله يعني رب العالمين. فهي كانت خطوه صعبه بالنسبه لي، والحمد لله طموح، حبيت اجرب يعني تغيير الجو بالنسبه لي. فالحمد لله يعني الحمد لله شايف ان قابلت صعوبات في الاول، بس ان شاء الله اكون خطوه موفقه بالنسبه لي. يعني ان شاء الله تعالك مع سموحه قد ايه؟ سنتين يعني سنتين. الموسم ده واللي جاي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ابراهيم انا سمعت اتفرجت عليك قبل كده مع كابتن خالد الغندور وشفت قصه كفاح. لعبت في انديه قسم ثالث وقسم ثاني واتغربت ورحت مطروح يعني برضو سريعا كده عشان لو الناس اللي ما اتفرجتش مع كابتن خالد الغندور تحكي لنا مشوارك كده لغايه ما وصلت دلوقتي تبقى لعيب منتخب مصر وكابتن نادي سموحه. انت مش موجود في المنتخب في الفتره الحاليه لكن كنت منتخب الفترة اللي فاتت. والله كابتن انا ناشئين حرس الحدود. خلصت جيت 20 سنة طبعا، اتصعدت شوية في الفريق الأول مع كابتن طارق عشري، وبعد كده مشيت رحت الضبعة، دخلت الجيش اتجنت. فرحت الضبعة كلمني الكابتن ريم السنوي بتاع نادي الاتحاد، قال لي انا محتاجك معايا. انا ما اعرفكش بس زمايلك اللي كانوا في الحرس بيقولوا عليك لعيب كويس. قلت له يا كابتن انا ما اقدرش اجي الا يوم الماتش بس اللي هو يوم السبت. قال لي قلت له انا مجند. فما طبعا كانت قسم ثالث. كان قسم ثالث. ثالث اللي هو تحت الممتاز بيه. تحت الممتاز بيه. رحت لعبت. وانت اسام منين؟ انا هنا من قريه كومشفين فاليوب. هنا فاليوب. طب ايه اللي وداك بقى مطروح يعني طبعا؟ هي جت كده يعني. في الجيش خلاص يعني. لا انت جيشك كان فين؟ كان هنا في القاهره. وايه اللي رحت الضبعه دي ازاي؟ ما انا مش هلاقي نادي هلعب فيها كابتن، هروح يوم الماتش. يعني مش فرق التدريب. قال لي خلاص انا مش محتاج غير يوم الماتش. كان عندك كام سنه ساعتها؟ كان عندي حوالي 21 سنه. كان ربنا موفقني قوي اطلع احسن واحد في الماتش. لغايه ما بتمرنش؟ ما بتمرنش. بتروح الجيش وتلعب ماتش يوم السبت بس. وشوف بقى السفر يا كابتن من القاهره. مشوار. بتسافر يوم الماتش مفيش معسكر ولا؟ لا خالص. ربنا وفقني طبعا. لعبت ماتش قدام الحناوي، كان ماتش فيصل في الدرجه الثالثه. الحناوي كان بيتفرج كابتن محمود عزاز. اشتراني من الحاج سعد ابو صندوق من الضبعه. في الضبعه. كان الحاج سعد كان ماسك الضبعه قبل الرجاء. هم كلهم قبيله مع بعض كلهم رؤساء هناك يعني. فالحاج سعد كان داخل في الموضوع يعني. اشتروني الحناوي ب 6000 جنيه. بعد كده رحت الحناوي لعبت 3 شهور، وبعد كده الحناوي باعني لابو قير ب 50000. ابو قير الاسمدي. مع كابتن صلاح الناي وكابتن عاطف حنا في مدير الكره دلوقتي حاليا معانا. مشيت من ابو قير مشوني. رجعت الرجاء. هو بقى يا حاج سعد ابو صندوق. رجعت الرجاء بقى ممتاز به. عملت احسن موسم في حياتي. جالي سموحه، جالي بتروجيت، كنت ماضي في بتروجيت وجالي الجيش، كان جالي كذا نادي يعني. لغايه ما استقريت. انا بحب اسكندريه، مهندس فرج عامل كلمني
كنت بتفرج على ماتش الاهلي والزمالك في كاس مصر في استاد القاهره. كلمني وانا في استاد القاهره بتفرج على الاهلي والزمالك في كاس مصر. انت رايح مشجع بقى؟ كنت بتفرج على ماتش. مشجع مين كنت؟ لا كنت بتفرج على الماتش. يا راجل ادي واحد. طيب باشمهندس قال لي انت بتقدر. طب الماتش خلص كام الماتش ده؟ الاهلي كسب 3-1 في كاس مصر. في كاس مصر. ده مؤشر ده. كنت قاعد ناحيه اليمين ولا ناحيه الشمال؟ كنت قاعد ناحيه اليمين. ناحيه اليمين يعني. لا بس درجه ثانيه. ما كنتش ولا مش ثالثه ولا ثالثه ولا ثالثه يمين. ماشي. ما ثانيه دي تبع وانت ظهرك المقصوره يمين يبقى زمالك. فباشمهندس صبرك كلمني قلت له انا تحت امرك بس التعاقد لازم يكون عن طريق حاج سعد. مش حاج سعد صراحه زي والدي. قال لي انت جاي لك كذا وكذا وكذا عايز مين؟ قلت له انا عايز كذا. قال لي خلاص اسمح. قال لي طب تعالى. رحت له الساعه 2:30 بالليل الفيلا. لقيت الحاج سعد وكابتن مولا وحاج حسن سبيطه يعني اعضاء مجلس اداره نادي الرجاء هناك بيخلصوا مع الباشمهندس صبرك عامر. خدوا الاستغناء وكان ربنا وفقني. ما كنتش موفق في السنه الاولى ما لعبتش كتير. وما لعبتش كتير. كان موسم كام؟ كان 2010. ما لعبتش كتير. لعبت في اخر موسم مع دكتور ميمو عبد الرازق. كان معانا نوفو مستر نوفو كابتن حمزه الجمل فرنسي. كابتن مصطفى صالح كان ابويا في الوقت ده. كان كنت عالي جدا معاه بس اتصبت قبل الدوري ما بداتش طبعا. كابتن محسن ما كملش. كابتن شوقي جه. لا كابتن شوقي جه في السنه الثانيه. السنه الثانيه. لحد وقتنا هذا طبعا الحمد لله 5 سنين في نادي سموحه يعني. بامانه الفضل الاول لله ثم مهندس فرج عامر. هو اللي جابني. هو اللي اختارني. مش مدير فني اللي اختارني. هو اللي اختارني مهندس فرج. هو بصراحه يعني. كان الكابتن محسن جاي مش عارف اللعيبه طبعا. فهو كنت انا اول صفقه جت بعد الصعود بمباشره. كلمني وقلت له انا ما عنديش اي مشكله والحمد لله ربنا موفقني وكميتي جايه مع النادي الحمد لله. يعني ما شاء الله. واصبحت كابتن فريق بقالك سنتين. كابتن فريق. انا بقالي سنتين. سنتين كابتن فريق نادي سموحه. طيب يعني انا قلت قبل كده خبر كده وجات لي معلومه من حد من الناس يعني قريبين كده ان انت قريب من النادي الاهلي الفتره اللي مش هقول لك مضيت او كلام لكن انت قريب من النادي الاهلي الموسم اللي جاي. والله يا كابتن بص انا هقول لحضرتك حاجه. انا فاضل لي سنه في نادي سموحه. انا من دلوقتي بحسبها يعني متخوف. انا عارف ان انت هتقوله. متخوف ان انا امشي من نادي سموحه. اقسم بالله يعني انا زي ما قلت لحضرتك انا كميتي جايه مع نادي سموحه. خايف ممكن اروح نادي تاني ربنا ما يوفقنيش. انا كميتي جايه مع النادي. انا خلي بالك الحلقات دي بتتسجل وانا من نوعيه المذيعين اللي بقعد اجيب ايه الكلام اللي اتقال قبل كده. بس هرجع برضه اقول يا كابتن اي لعيب في مصر يتمنى يلبس ايوه ظبط الاهلي وتيشيرت نادي الزمالك. خلينا صراحه. هو الزمالك يعني المركز بتاعك هيبقى صعب يعني كتير. بس اي لعيب اتمنى برضه كابتن يلبس تيشيرت الاهلي او الزمالك يعني. بالظبط. هو الاهلي اللي محتاج هاف ديفندر يعني. الاهلي محتاج يعني. الاهلي محتاج جامد. محتاج صح يا مصطفى؟ قولي الاهلي محتاج وانا موجود. لا صراحه كنت جات لي معلومه ان انت خلاص كمان يعني وقعت كده في السر. لا لا خالص يا كابتن. خالص والله. لا عيني في عينك. مستحيل اصل انا فاضل والله مستحيل. لا انت ممكن توقع في السر وبعد كده يعني بقى لما مثلا اصل انت ما ينفعش تروح غير مسموح يوافق. طبعا انا فاضل لي سنه في عقدي. بالظبط. انا اصلا من هنا يعتبر من القاهره. فانا انا برضه بحسبها يعني انا مش مرتبط مش متجوز. ف انت كام سنه دلوقتي؟ انا 28. 28 طب كويس يعني سن مناسب. مش متجوز ليه؟ ما لسه بقى نصيب. لسه فانا القاهره اسكندريه. القاهره اسكندريه. عايز تريح في القاهره. عايز جنب والدي ووالدتي واخواتي يعني برضو يعني. بس انا قلت انت مبسوط في سموحه برضه. انا مبسوط جدا. انا الحمد لله في اولها في النادي. زي ما تقول حضرتك كابتن فرقه. عمري ما عملت مشكله. لا لا والله بجد عمري ما عملت مشكله. ابراهيم ابراهيم بيتكلم في نقطه كابتن كريم اللي انا كنت بحسبه وبفكر فيه. اللي انت تطلع بره القاهره. ان انا اطلع بره ولا اطلع كمان بره وادي دجله. فهي دي نفس النقطه اللي انا يعني انا على طول انا وابراهيم على طول بنتكلم في النقطه دي. اللي هو انا برضو بس لما تطلع سنين. يعني تطلع بره سموحه للاهلي او كذا بتبقى برضو يعني طبعا. مكسب طبعا. مش طبعا. ما هو اطلع من سموحه لفريق اكبر اكبر وسموحه لا يقل عن الاهلي او الزمالك حاليا يا كابتن طبعًا. كماديات كمان انا عارف. يعني احنا الحمد لله رقم واحد في مصر سموحه. مش بقول كده عشان انا قاعد مع حضرتك. كالتزام ونظام وسيستم وبرضه مبالغ العقود عاليه وكلام ده. عندنا نظام فلوس. وانت خلاص حاسس ان ده مكانك وده يعني الحته بتاعتك. 5 سنين كيميا جايه معايا مع النادي سموحه بصراحه. وما عنديش مشاكل مع اي حد خالص هناك. والناس بتحبني جدا وانا بحب الناس بصراحه هناك. لكن مفتوح ان انت ممكن تتعاقب بس طبعا بموافقه نادي سموحه. اكيد طبعا. لو خلال الموسم الجاي وانت لسه عقدك طبعا اكيد. طيب عايز اكلمك برضو في نقطه. يعني السنه اللي فاتت كان سموحه قريب جدا من الدوري. معلش يا مصطفى انا مركز مع ابراهيم شويه ان انت لسه لعيب جديد في سموحه. فانا بتكلم على السنين اللي فاتوا. فابراهيم عبد الخالق السنين اللي فاتت كان الناس كلها متوقعه ان سموحه ياخد دوري او كاس وكنتوا قريبين. ايه الاسباب اللي ما خلتكوش تاخدوا بطوله وانتوا كنتوا قريبين جدا مع نادي الاهلي ماتش تعادل 0-0
ومع الزمالك كسب 1-0 بصعوبه في الكاس وكنتوا قريبين جدا، هل ما عندكوش الحته بتاعه البطوله او ما عندوش الخبرات اللي زي لعيبه الزمالك او لعيبه النادي الاهلي، ولا ايه بالظبط اللي ما خلاش نادي سموحه هياخد بطوله السنه اللي فاتت؟ هو اكيد برضه كابتن حته الخبرات، ما فيش بطولات، اول مره سموحه يوصل لقمه المجد ده طبعا في دوري وفي كاس، تبقى وصيف دوري وصيف كاس. احنا كنا اقرب، كنا اقرب في الدوري وكنا اقرب في الكاس. الدوري يعني ضاع مننا بفرق هدف اللي الزمالك احمد علي جابه فينا، يعني فاكر ده اللي ضيع مننا الدوري طبعا. وماتش الكاس طبعا طرد طارق حامد هو اللي اثر علينا، طرد طارق حامد في الدقيقه 85 هو اللي اثر علينا في الماتش طبعا. قله الخبره برده، بتلعب نادي الزمالك فريق بطولات طبعا في نهائي الكاس. كان في بعض برضو، مش عايز اقول الجماهير، كان في برضو بعض المشجعين اعضاء النادي، يعني كان في عدد كبير برضو ده في ماتش الزمالك. في ماتش الزمالك الموضوع اللي حصل لكم برضو في الاتوبيس قبل الماتش اكيد، بس هو انا من وجهه نظري الموضوع اللي حصل قبل المباراه ادانا دفع اكتر. انا كشخصيه ادانا دفع اكتر، يعني احنا خلاص، انا على باب التاريخ. يعني حياتك كابتن ما بتتكررش الا كل 30 سنه مره، لما سموحه او ام بي او دجله ياخد دوري او كاس. اهلي وزمالك معروف بالظبط، فدي الدين دفع طبعا. ممكن يكون في بعض اللعيبه اتاثرت بالموقف، كان موقف صعب طبعا علينا موضوع الاوتوبيس ده طبعا. يعني كان موقف صعب جدا، بس هو احنا كنا اقرب جدا من الاهلي او الزمالك في الدوري وفي الكاس. كنا كميتنا ماشيه مع الكابتن مصطفى طلعت لعب نهائي كاس مع وادي دجله امام الزمالك في الجون السنه اللي قبل اللي هو 3-0 صح؟ السنه اللي قبل فاتت تمام. بس ما عملتوش ماتش كويس، يعني كانت مباراة الزمالك كان هو الأفضل وخلص الماتش بدري تمام صح. كان برضو قبليها بيوم برضو بيومين كده كان مشكلة الجمهور ان هو يخش ما يخشش، ده كان اول ماتش بيتهيألي بجمهور بعد المشاكل. فكان في عندنا مشاكل في النادي، ان احنا حتى كنا خايفين نلعب الماتش، اللعيبه كانت خايفه، ما كناش عايزين نلعب الماتش. في دماغنا ان احنا وارد هاني رمزي كان كابتن هاني رمزي موجود ساعتها، كان وارد ان احنا نكسب ناخد الكاس. طب رد فعل الجمهور هيبقى معانا ايه؟ الماتش هيعدي بسلام ولا لا؟ حصل لنا برضو قلق قبل الماتش بيومين كده وبيوم. كناش برضو مركزين، خرجوا عن تركيزكم شويه، ما كناش مركزين قوي في الماتش. الى جانب نادي الزمالك ربنا كرمه بجون في الاول ففرقت معاه في الملعب. فده اللي اثر علينا، بس كان الحمد لله ساعتها وصلنا فاينل كاس، كان من احسن. خرجتوا الاسماعيلي انا فاكر، كسبنا الاسماعيلي في قبل النهائي، كان في الاقصر باين ضربات جزاء، فوصلنا افريقيا ساعتها، لعبنا السنه اللي فاتت الكونفدراليه، فكان الحمد لله حاجه حلوه في دجله قوي، كان تاريخ وكانت الناس مبسوطه قوي بحاجه زي كده، فان شاء الله الحمد لله كان حاجه. قول لي بقى، انت بتلعب جنب ابراهيم، بس انت مش هاف ديفندر هاف ديفندر، يعني انت لعيب وسط بس عندك النواحي الهجوميه افضل شويه من النواحي الدفاعيه، بس انت طورتها، يعني انت بقيت تدافع وبتخبط وكلام. كابتن حلمي عامل معادله كويسه ما بين ابراهيم عبد الخالق ومصطفى طلعت؟ الحمد لله رب العالمين، هو كابتن حلمي عامل يعني معادله ما بين اللعيبه كلها وما بين الفرقه كلها ككل. ثانيا مع كابتن حلمي، انت لازم تدافع الاول بعد كده تهاجم. هو دايما يقول لنا الفرقه اللي بتدافع كويس ما بتتغلبش وممكن تكسب، فهو مركز الحته الدفاعيه يعني مع اللعيبه كلها، حتى مع لو مثلا مع سترايكر، مثلا مع جيزي، مع صلاح امين، مع هيرمان، مع اي حد بيلعب قدام دفاعي. لازم كره، افتقدنا الكره بننزل كلنا تحت الكره. وهو بيقعد يضرب لنا بمثال بكل فرق في العالم كده، فالحمد لله هو مركز مع اللعيبه كلها مش معانا بالذات على الناحيه الدفاعيه. ف الحمد لله يعني ساعات بنلعب مثلا ثلاثه في نص الملعب، مثلا بلعب انا وابراهيم قدام، مثلا تحتينا مانجا، تحتينا حمص، معانا عمرو المنوفي. فالحمد لله احنا كتير في نص الملعب، فالحمد لله هو بيقدر يوظفنا كويس. الحمد لله رب العالمين، فالامور ماشيه كويس. اللي بيريحك في ابراهيم، يعني ابراهيم هو جنبك في الملعب، اعتقد مجهوده كبير وبيقدر يستخلص الكره بشكل سريع وبيسلم كويس. بيسلم كويس، وبعدين ابراهيم ما شاء الله مجهوده كويس، وبعدين بيقدر يحتفظ بالكوره، بيقدر الكره تبقى معاه فتره طويله، وهو بيجري باصص كمان. يعني هو يعني الجون بتاع ماتش المقاولين، ابراهيم واخد الكره ما شاء الله من قبل نص الملعب بتاعنا، مكمل بيها وما شاء الله بنفس القوه ونفس السرعه. انا بجري، الناس كلها راحت مع ابراهيم، انا بقيت فاضي على ال 18. هو مجرد بس لف كده بص عليا فبصالي على طول. فانا دايما بقول له ابراهيم، يعني الحمد لله هو على طول بيعمل اجوان للناس كلها، فبقول له انا مش هجيب اجوان غير لما انت تعملها لي. فهو الحمد لله ربنا يكرمه، قيمة كبيرة في الفرقة عندنا. لما بيكون هو فايق الفرقة كلها بتفوق. كمان هو رمز من رموز الفرقة موجود. فهو ربنا يقومه بالسلامة، أوكا، اللعيبة اللي هي بتاعت السنة اللي فاتت طبعا اللي عملوا تاريخ للنادي. فربنا يكرم إن شاء الله اللي جاي بإذن الله، يبقى كلنا إن شاء الله نبقى
نقدر نعمل حاجه ونكمل زي ما احنا ماشيين كده. الفرقه اتاثرت يا ابراهيم ببيع حمودي البازل وكده؟ كان كنت عارف ان حمودي كده كده خلاص يعني عنده رغبه ان هو يحترف ونفس القصه بالنسبه لطارق حامد ان هو راح نادي الزمالك. هل الفرقه فضيت شويه او اتاثرت سلبا باثنين لعيبه كانوا مهمين جدا في نادي سموحه؟ هو مش هقول اتاثرت يا كابتن، هو حمودي كان لعيب بنعتمد عليه طبعا، طارق برضو في نص الملعب ما شاء الله عليه طبعا مجهود ده عالي، بتتكلم في شريف حازم، بتتكلم في حماده يحيى، بتتكلم في امير عبد الحميد، بتتكلم في معتصم سالم، عبد الله الشحات، عبد الرحمن فاروق، سنتين مع بعض خلاص الانسجام موجود والكيمياء بتاعت اللعيبه كلها مع بعض خلاص فهمنا بعض. طبعا ما كميه هو مش لعيب ولا واحد ولا اثنين مشوا، ده اكتر من لعيب مشي 10 15 لعيب مشوا. فطبعا بيجي تيم جديد لسه موضوع الانستجام وبتاع يجي مدرب جديد، ده اللي لخبطت الدنيا في الاول في اول الموسم. يعني موضوع المدرب الجديد ومدرب مشي ومدرب جه ولاعيبه طبعا ومشاكل مع المدرب، ده اللي اثر على الفرقه. يعني هو الفرقه ما تاثرتش، هو مش هقول اتاثرت جنب طبعا بمشاكل الناس، عشان احنا جايبنا برده لعيبه نجوم في فرقتها بالظبط، يعني احنا جايبين لعيبه كلها نجوم، لو مش نجوم مش هتيجي في نادي سموحه. بس هي موضوع المدرب بيمشي ومدرب بيجي ومشاكل هو بيوقع الفرقه بس ده اللي بيأثر معاه. طبعا. طيب هخرج فاصل سريع، ده كان جول ايه ده؟ الزمالك، ده ماتش الزمالك ده في الدوره الرباعيه، في الدوره الرباعيه، الدوره علاء علي. وعلاء علي ما بيتمرنش معاكم برده؟ لا ما بيتمرنش، بقاله فتره، بقاله فتره، بقاله فتره. كان الماتش ده كام؟ 2-1؟ 2-1 كان 2-1. طب هنشوف، هنكمل الاهداف دي بعد الفاصل، هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع ابراهيم عبد الخالق ومصطفى طلعت لعيبه نادي سموحه. نرجع تاني مع ابراهيم عبد الخالق ومصطفى طلعت لعيبه نادي سموحه، وعايز برضو اتكلم معاهم في نقطه ان هيبقى في ضغط كبير عليكم الفتره الجايه، يعني في الاهلي والزمالك وسموحه وبتروجيت، دوري وافريقي، يعني تلعبوا ماتشات في الدوري ماتشات في افريقيا والدوري هيبقى مضغوط جدا. متعودين على القصه دي او كابتن حلمي؟ انا عارف طبعا اللياقه البدنيه والفتنس هتفرق معاكم بالسلب ولا مش هتفرق معاكم موضوع ضغط الماتشات يا مصطفى؟ كابتن حلمي ما شاء الله الفتره اللي فاتت دي احنا لسه بكلم مع ابراهيم بيتمرن فترتين كل يوم، وكمان قبل الفتره الثانيه بنخش جيم على طول، هو الفتره دي بيجهزنا للفتره اللي حضرتك بتتكلم عليها. فان شاء الله ربنا يكرمنا، بنبني احنا زي بنبني كده للفتره اللي جايه، فالحمد لله احنا دلوقتي في اعلى مستوى مثلا من اللياقه. كابتن حلمي بيدينا الفتره بيدينا حد اقصى، حتى قبل الماتش الودي بيبقى في مثلا قبلها بيوم تمرينتين برده والجيم، يعني البرنامج ما بيتغيرش، حد اقصى دلوقتي واصلين في التمرين، فان شاء الله ده اللي ان شاء الله يوقفنا على رجلينا، وان شاء الله ربنا يكرمنا يعني يكفينا شر الاصابات، هو ده اللي ان شاء الله يخلينا نقدر نكمل. يعني طموحكم ايه كلاعبين مع الكابتن حلمي طولان في الدوري المصري؟ وانتوا كنتوا بعيد قوي، انتوا كنتوا 18 نقطه وكسبتوا ماتشين بقيتوا 25 صح؟ تمام 25 نقطه دلوقتي، كنت 19 25 بونت. احنا اتكلمنا كلنا قعدنا قلنا الدور الثاني يعني احنا خلاص عايزين ناخد مركز، عندكم الجيش اول ماتش عايزين ناخد مركز في الدور الثاني، فالحمد لله ربنا كريم، احنا كسبنا اول ماتش دمنهور وثاني ماتش كسبنا المقاولين الحمد لله، فدلوقتي عندنا 6 بونت من ماتشين، فده اللي احنا بنفكر فيه، احنا خلاص الدور الاولاني عدى بسلبياته كلها، ان شاء الله بنفكر في ايجابيات الدور الثاني ان احنا ناخد مركز في الدور الثاني، ده اللي بنفكر فيه في بالنسبه للدوري. ابراهيم شايف الفرق تقييمها ازاي في الدوري المصري؟ يعني اكيد كنت الفتره اللي فاتت بتتفرج على الماتشات، الايام اللي انت ما عندكش فيها ماتشات بتتفرج على بقيه الفرق، شايف الفرق القويه الفرق اللي عجباك السنه دي في الدوري المصري؟ طبعا الزمالك وانبي ودجله مع الكابتن حماده، الزمالك وانبي ودجله دول اقوى ثلاث فرق يعني بيلعبوا كوره حلوه ومميزين جدا. طبعا الاهلي بعيد شويه، الاهلي كان بعيد بس الماتشين بتوع افريقيا دول ماتش وفاق سطيف وماتش جيش الرواندي حسيت النادي الاهلي راجع كويس، كويسين جدا كانوا كويسين. ما احنا برضو كنا بعيد برضو يا كابتن مع الكابتن حلمي، كيرف عالي جدا مع الكابتن حلمي. يعني حتى انا قلت انا ما كنتش عايز الدوري يتوقف، يعني انا ما كنتش عايز الدوري، كنا خلاص وصلنا لاعلى مستوى مع الكابتن حلمي بدنيا بقى وفكريا في الملعب وكل حاجه، خلاص بقينا كيرف طالع، بتاخد اجازه تمارين بس ماتشات وديه ما فيش ماتشات رسميه، يعني هو برضو اللي مخلينا واقفين برضو احنا التمارين طبعا زي ما مصطفى قال، كابتن حلمي ما شاء الله يعني ودكتور ممدوح كابتن ممدوح محمد يعني بدني رقم واحد عندهم، وده اللي بيوقف اللعيبه في الملعب صح، ده اللي بيخلينا واقفين 90 دقيقه ما فيش كرمبات ما فيش اي حاجه ما فيش شد عضلي ما فيش اي حاجه الحمد لله. الماتشات الرسميه برضو هي بتجيب النفس وتجيب كل حاجه بس البدني برضو مع الكابتن حلمي حاجه ثانيه بصراحه، يعني ده اللي موقفنا. بتتعب في الاول على فكره،
يعني اول فتره مع كابتن حلمي تتعب قوي وبعدين تلاقي الموضوع خلاص بقى طبيعي عادي جدا. بالظبط تلاقي نفسك كابتن بتمرن الساعه 7:30 الصبح. ده امتى ده؟ الاسبوع اللي فات والله. والله تمرينتين في اليوم ومفيش تعب، هو التعب بس ايه؟ صحيان بدري واللي هو ايه التعب العادي بتاع الشد بتاع العضل بس كده انت شغال كويس دام في عضل شغالك طبعا. تتمرنوا جوه سموحه؟ في سموحه الجيم عندكم ملاعب ما شاء الله. ما شاء الله في اكتر من جيم، الملعب بتاعنا ما شاء الله مخصص لينا احنا بس ما حدش بينزل عليه، فالنادي ما شاء الله مجهز لكل حاجه. ملعب ولا ملعب صغير؟ لا ملعب كبير. ملعب كبير بس كبير بس يعني بدون مدرجات؟ لا انا كنت في دجله، لا الدجله الملعب صغير شويه عن ملعب في سموحه، الملعب كبير يعني ملعب اكن استاد عادي يعني. عندكم امكانيات كويسه قوي في النادي، منشآت رياضيه والملاعب طبعا والجيم وكده. من شويه كنت جايب في اوضه بايرن ميونخ اتفرجت على عندكم حاجات يعني مش زي كده، بس عندنا الجيم، عندنا الساونا، الجاكوزي، مغطس، عندنا كل حاجه فعلا برضه. الحاجات دي موجوده وعندنا جيم على اعلى مستوى يعني. والله اعلى مستوى كمان، دايما بيجهزوا ويطوروا الاجهزه طبعا دايما. لسه جايبين اجهزه كتير برضه في جديد. الجيم جديد شغل جامد. مهندس فرج عامر، مهندس فرج انا هديله حقه، عمل فرع جديد كمان في برج العرب. يعني بصراحه انا قلتها اكتر من مره، لولا المهندس فرج عامر موجود في نادي سموحه، نادي سموحه مش هيبقى كابتن كريم او احنا هنتكلم عن نادي سموحه دلوقتي. مش هيبقى بيتصنف زي اهلي وزمالك. بالظبط. مش هيبقى اقول ان انا سموحه رقم واحد في مصر كماديات. لا يعني المهندس فرج عامر بصراحه بيعشق حاجه اسمها النادي. زي ما انا اتفرجت على حاله حضرتك معاه، زي ما قال لك انا لما بتغلب بيبقى يوم مش كويس وما بيتفرجش على فعلا. دي حقيقة. ويجي التمرين متضايق جدا. طبعا جدا. وبعدين يا ابراهيم يعني مثلا انا واحد من الناس لما بتيجي تتكلم في نادي سموحه بتيجي على حس النادي وعلى حس باشمهندس فرج. طبعا. يعني هو رمز دلوقتي للنادي ما شاء الله. انت عارف انت جاي نادي مستقر، نادي طموح، باشمهندس فرج مش مخلي اي حد محتاج اي حاجه. فهو ما شاء الله هو رمز للنادي. بس ما عندكوش جمهور يعني زي الاتحاد السكندري مثلا؟ لا هو الاتحاد في اسكندريه رقم واحد. بعديه ممكن نقول سموحه او يعني الاولمبي. انت في ماتشاتكم مثلا ايام ما كان في جماهير بتيجي جماهير من اعضاء النادي؟ والله في يا كابتن من اعضاء النادي، وفي يعني جماهير متحابين يعني جاي اتفرج على ماتش كوره وسموحه وهتشجع يعني. بس انا مالناش جماهير. مالكوش جماهير. في طبعا بعض الاعضاء طبعا بيحبوا الفريق الاول طبعا دايما بيتكلموا معانا ويشجعونا يعني. بس دي نقطه سلبيه مصطفى ولا ايجابيه بقى لما يكونش عندك جماهير؟ ساعات وساعات يعني. في مصر الفكره عندنا ان مثلا ان الجمهور لازم يكون سبورت على طول للفريق. فاحنا في مصر لو انت مغلوب مثلا بتلاقي مثلا الجمهور مثلا بيقابلك وحش، بيكلم معاك وحش، ممكن يحصل مشاكل ما بين الجمهور وما بين اللعيبه. بعكس مثلا في اوروبا يعني، انا مثلا لما كنت في بلجيكا مع ديجا لما سافرت فتره فليرس صح؟ ولا تيرن اوت؟ كنت في تيرن اوت. كنا مثلا الماتش مثلا اللي نتعادل فيه او يحصل اي نتيجه سلبيه نلاقي تاني يوم الناس كلها جايه لنا التمرين يضحكوا معانا ويهزروا معانا وان شاء الله نكسب الماتش الجاي. ده اللي ناقصنا في مصر، احنا محتاجين الثقافه دي. يمكن شفناها من الالتراس شويه بتحصل، بيشجعوا الفريق لو اتغلب، بس مش ده السائد عندنا ان هو مثلا الفريق مغلوب او كسبان بشجعه، لا. فشايف ان موضوع الجمهور في مصر ايجابي وسلبي. ايجابي ان انت وانت كويس بيبقى سبورت ليك، بيخليك تعمل اقصى حاجه، وانت مغلوب بيبقى برضه بيخليك متضايق جدا. فاحنا انت محتاج الجمهور يبقى معاك في يعني حلو ووحش يبقى جنبك، ده اللي احنا محتاجينه في مصر. مريم زعلان انت ما رحتش المنتخب؟ اكيد طبعا زعلان. اكيد اي لعيب في مصر اتمنى يلبس تيشيرت منتخب. حسيت ان انت اتظلمت شويه ولا ما اتظلمتش ولا ايه بالظبط؟ اصل انت كمان يعني يمكن اختيارات المنتخب كلها من الزمالك، من الاهلي، من سموحه، من بتروجيت والمحترفين. ما انا بتكلم في النقطه دي. فانت لعيب في نادي سموحه ورجلك في الملعب. واحنا حتى الدوري موقوف، احنا بنلعب بطوله افريقيا، فلازم كان مش المفروض طبعا. هو وجهه نظر الكابتن اسامه طبعا وتحترم، والكابتن اسامه من المدربين المحترمه جدا، ان هو يبص على اللعيبه اللي هي بتلعب رجلها في الملعب بس. يعني انا زعلان طبعا، زعلان. واي لعيبه يا كابتن لو سالت مصطفى زعلان ما راحش منتخب مصر؟ ده شرف لينا ان احنا نلبس تيشيرت منتخب مصر. انت خدت كذا مره بس ما خدتش الفرصه الكافيه لا خالص. يعني لعبت دقايق قليله. دقايق لعبت مره في ماتش ودي في قطر. لعبت قطر ولعبت بوسنا وهرسك اخر 10 دقايق مع كابتن شوقي، ولعبت ماتش في اسوان مع كينيا. مع كينيا ونزلت حوالي 4 دقايق في بوتسوانا. ماتش بوتسوانا اللي هو الماتش ال 2-0 اللي كان هناك في التصفيات. بس ما لعبتش كتير. لا بس في كل المعسكرات طبعا كنت متواجد. شايف ان مركزك فيه مشكله دلوقتي في مصر وفي لعيبه مميزه كتير الهاف ديفندر؟
هو في لعيبه طبعا كويسه جدا يعني. مين بيعجبك في مركزك؟ حسام عاشور وطارق حامد. حسام عاشور وطارق حامد الاثنين مش في المنتخب. بيعجبوني جدا طبعا. مصطفى مش ديفندر زي برضه انت فاهم. هو تحت الفراوله. مصطفى لعيب كوره بالظبط. بتكلم هو ديفندر حسام وطارق يعني. بس مصطفى انت اصغر في السن صح؟ انا اصغر من ابراهيم بسنه. بسنه 27 سنه يعني. انا 28 بس انا عشان شهر واحد يعني. انا 87 ابراهيم 86. ومين اللعيبه اللي انت بتحبها او معجب بيها يعني سواء دلوقتي او قبل كده كنص ملعب يعني؟ برضه زي حسام عاشور. حسام غالي. حسن عبد ربه. اللعبه دي اللي هي كنت بحبها. وشايف انت كان ابراهيم كان يستحق ان يكون في موجود في المنتخب؟ والله احنا لما سمعنا القايمه بتاعه المنتخب كنا في نيجيريا ساعتها. يمكن اللعبه كلها راحت لابراهيم. زعلانين عشانه طبعا لان هو عمل مندبه هناك ولا ايه؟ انا بجد زعلت. انا اكيد يا كابتن. حتى لو انا مش وحش في الدوري برضه انا عايز اروح منتخب مصر. اكيد عايز اخدم بلدي طبعا يعني. وانا بقول بلادي كده يعني. دي حاجه احساس تاني خالص طبعا. وجسمي اشعر وبتاع يعني اموت نفسي في الملعب يعني. اكيد ممكن اعزف لك احنا كنا لما كنا في نيجيريا وعرفنا يمكن ابراهيم عرف القايمه متاخر. احنا عرفناها من الاول كنا داخلين عليه خبطوا عليه بقى وكده. مين بقى يروح يقول له مين؟ يعني احنا بنفكر مين هنوجهه يروح يقول لابراهيم ايه على القايمه ومين راح ومين. هم ادوها لي صريحه. ايه اللي حصل بقى مصطفى قول لي احكي لي. اتجمعنا كلنا كده يا جماعه خلاص هنقول ابراهيم. كان ايمن اشرف بس اتاخد من ايمن اشرف صح؟ مفيش حد تاني اول مره. ايمن اللي راح بس. ف كنا متجمعين كلنا كنا في الريسبشن تحت. فهنعمل ايه هنقول ابراهيم في وشه كلنا. ورحت قلنا له عمل ايه بقى يا مصطفى؟ هي القايمه نزلت. انا ما كنتش مصدق بصراحه يا كابتن. انا مش مصدق. كنت متوقع ان انت تكون ضمن اصلا كان مختارين 33 اسم يعني عدد كبير قوام كبير في الملعب. ده اللي كان مخليني ان انا خلاص متوقع ان انا بلعب بطوله افريقيا. فحتى الدوري موقوف اكيد الكابتن اسامه وكذا فانا هيبصوا للعيبه اللي رجليها في الملعب. هو ده اللي حصل فعلا. بس هم خدوا عدد معين يعني. بس اتمنى لهم التوفيق طبعا. ربنا يكرمهم طبعا. ولسه المسيره الجايه طبعا ان شاء الله واحد يشد حلو في الملعب ويروح تاني يعني. ان شاء الله. بتشجع ريال مدريد ولا برشلونه؟ انا مدريد. مدريد. سلام يا عيمة. شكلك برشلونه. يعني بحب مدريد اكتر شويه بس مش بزعل لو برشلونه عادي يعني. بتحب مش بزعل اصل انا مبهدلين. لا انا بزعل. انا بزعل قوي برضه. بيبقى يوم صعب عليا قوي. والله انا زعلت قوي ماتش فاتت زي ما بخسر في سموحه. والله بتحب ريال مدريد قوي كده. بعشقهم طبعا. والله. والله. وكان يستحقوا ان هم يخسروا الماتش. لا الشوط الاولاني كنا نكسب كتير. نكسب اربعه. بس في التوتال كتوتال ماتش لا هم يستحقوا. وليد صلاح بهدلني يا ابراهيم. بهدلني هو محمود فتح الله. يا لهوي وعزومات وبتاع بس لسه ما عزمتهمش. عايز اهرب مش عارف اعمل ايه. انا برضو ما رضيتش اخش في رهان وحاجات دي عشان كنت انا عارف. خلي بالك انا عارف ان برشلونه هتكسب بس بقاوح يعني. عارف ان المنطق بيقول ان برشلونه افضل دلوقتي. بس بقاوح. وكنت قاعد مبهور في الشوط الاول ويعني ايه كنت مبسوط قوي فعلا. عملوا جيم كويس قوي في الشوط الاول بس وقعوا خالص في الشوط الثاني مش عارف ليه كده. بس وهم كويسين ما يعني ما خلصوش الماتش. يعني هو 1-1 وليدنج ريال وبيهاجم وبيضيع. بس بيلعبوا اللي هو مش سيريس اللي هو يجيبوا جوان ويخلصوا الماتش. فماتش زي ده حتى وانت لازم تخلص لازم تجيب جون والتاني بالزبط. لو ريال كان جاب جون تاني كان هيكسب 3-4 بالظبط. فعشان ما خلصت من برشلونه في كوره ما خلصوا بعد كده كتير. طبعا 5 ضيعوا كتير. طب يلا معلش تتعوض ان شاء الله. بس المهم انتوا تفرحونا ان شاء الله يوم 5 ابريل بمباراه انيمبا. عندكم معلومه هتلعبوا مين لو عديتوا انيمبا؟ طريقكم ايه؟ في فرقه بتاعت من كينيا والكونغو. ليوبار بطل بطل الكونغو. ليوبار ومين؟ فريق من كينيا. بس ليوبار اللي ماشي الاحسن يعني. ليوبار الاقرب. بس انا عادي انيمبا. انتوا طريقكم صعب ليه كده؟ هو كابتن ده ايه ده؟ الاهلي طرابلس انيمبا. احنا بنصعب بنيجي مع الفرق الكبيره يعني. احنا كسموها مع الفرق الكبيره بن بس عايزين بس الماتش جاي تركيز يعني بدايه كده عشان نجيب جون بدري ونستريح ان شاء الله. نكمل بس عجيزي خلاص هو راجع من الاصابه وعلاء يكون موجود ان شاء الله. هو قنش ان شاء الله واسلام عبد النعيم وهشام وسيد. ما عندناش غيابات. الفرقه تكون موجوده. هم سته كانوا مسافرين بالظبط 18 لعيب. القايمه بيهم ثلاثه جوان يعني. احنا كان معانا احمد يحيى الجون بتاعنا كان مدخلينه كلاعب جوه ال 18 جوه ال 18 فمسافرين يا دوبك العدد. لا تعوض في مصر يا رب يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. انا مبسوط ان انتوا كنتوا معايا قوي النهارده. تابعكم بقى الماتشات الجايه ان شاء الله وتفرحونا باذن الله. ربنا يخليك. عايزين سموحه في دوري المجموعات يا ابراهيم بقى ان شاء الله. ان شاء الله عشان ما تروحش الاهلي. لا لا ان شاء الله عشان تكمل مع سموحه بطوله افريقيا ان شاء الله. بشكرك يا ابراهيم. شرفتني. بشكرك يا كابتن. انا سعيد جدا كنت متواجد مع حضرتك. الله يخليك يا ابراهيم. بشكرك يا مصطفى. شكرا يا كابتن كيمو. ربنا يخليك. التوفيق ليك ان شاء الله. ربنا يخليك. وبطل الجون في المقاولين. مش هتلعبوا المقاولين تاني خلاص صح؟ خلاص يعني. بشكركم شكرا جزيلا واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه مع نادي سموحه. ونشوفكم كمان في منتخب مصر باذن الله من خلال مستواكم الفتره الجايه. بشكر ابراهيم عبد الخالق ومصطفى طلعت. بشكر كل المشاهدين يتابعونا النهارده.
اسلام صادق رئيس التحرير، بيومي مخرجنا، وكل طاقم الاعداد والاخراج. وبكره نلتقي على خير ان شاء الله في حلقه جديده مع الكوره كل يوم. We'll be right back.